السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نصيبوا واحد السلطة بالخضر، سهلة وبسيطة، يعني صيفية، تنفع في هاد الوقيتة ديال الصهد كوجبة عشاء او غداء. المرة كتجي لذيذة وسهل التحضير، يعني 10 دقائق ها هي واجدة. تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تكتشفوا الوصفة. بالنسبة للوصفة، يعني الخضر اللي موجودة عندكم ممكن أنكم تستعملوهم فيها. أنا هنا خديت بطاطا وقرعة خضراء وخزو. كناخدو هاد الخضر هادو كنقطعوهم طريفات صغار، كنحاولو أننا نديروهم مكعبات صغار بزاف باش ما ياخدوش لينا وقت في الطياب في الكوكوت. الخضر كاملين غادي نقطعوهم. هاد الخضر كتجي يعني النسمه ديالها والبنه ديالها رائعه وما كتاخدش بزاف ديال الوقت، يعني 10 دقائق في الكوكوت ها هي وجدات بلا ما بلا يعني ما كتستعمليش ليها الماء. كيجي المذاق ديالها رائع. دن غادي نستمر بهالطريقه هادي. قطعت البطاطا وغادي نقطع القرعه حتى هي. بالنسبه للخيزو من الاحسن اننا ناخذ خيزو اللي تكون شي شويه رقيقه باش كتسهل في الطياب. كننحيدو ليها داك القلب ديالها وكنقطعوها حتى هي بنفس الطريقه. كنقطعوها مكعبات صغيورين. يا من الاحسن خيزو اننا نرققوها مزيان باش سيرتو خيزو ديال الصيف كتكون شويه واعره. من بعد ما قطعت القرعه والخيزو وبطاطا درتهم في الكوكوت، غادي نزيد عليهم شويه ديال الجنبانه، يعني كانت في المجمد ماشي مشكل، يعني منها بالنسبه للقياس ديال الخضر يعني كديروا القياس ديالكم على حسب افراد الاسره. كناخذوا اللوبيا خضراء حتى هي كنقطعوها طريفات صغار كما كتشوفوا، كل طريفات غير صغيورين، يعني بنفس الطريقه كيفاش قطعنا الخضره الاخرى حتى هي كنقطعوها بنفس الطريقه. كما قلت لكم يعني اي خضره موجوده عندكم ممكن انكم تستعملوها في هذه الوصفه، يعني حتى ليشو الكرم حتى هو كيجي رائع. يعني شحال من خطره كنديرها بليشو، كندير الخضره وكندير معاهم شويه ديال ليشو حتى هو كنقطعوه، يعني كنقطعو رقيق وكنديرو معاهم كيجي المذاق ديالو رائع. سيرتو ملي كيكون هذاك ليشو هذاك الصغير اللي كيكونوا هذوك يعني دوك الريوس ديال لي شو غير دوك الصغار تيكونوا طريين، وملي كيطيبوا يعني كيطيبوا زبده كيكون المذاق ديالهم رائع والتطيب ديالهم كيجي مخير. غير جربوا هاد الوصفه راه ما غاديش تندموا عليها. اذا غادي نستمر بهاد الطريقه هادي تنكمل القياس ديالي ديال اللوبيا. لما قطعت الخضره ديالي كامله درتها في الكوكوت، غادي نزيد عليها واحد 3 معالق كبار ديال الزيت، يعني لكم الاختيار ديروا زيت المائده ولا زيت الزيتون. كنضيف واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه غير شويه، لان ما غاديش نديروا الماء باش ما تجيكمش الخضره مالحه. وكنحاول اننا يعني نخلطوهم مزيان صافي. وغادي نسدو الكوكوت وغادي نديروها طيب على عافيه مهيله بحال الشمعه، عافيه مهيله بحال الشمعه. ملي كتبدا الكوكوت كتصفر كنحسبوا ليها 10 دقائق وكنطفيو عليها، كنخليوها حتى تبرد عاد كنحلو عليها، يعني 10 دقائق ما تفوتوهاش باش ما تحرقش لكم الخضره. والعافيه كما قلت تكون مهيله بزاف يعني بحال الشمعه. هنا خديت شويه ديال الرز درتو مع الماء وشويه ديال الملحه، غادي نديرو يتسلق. المهم كل واحد كيدير. وهنا ايضا خديت واحد طريف ديال الصدر ديال الدجاج قطعته بهذه الطريقه هذه على شكل طولي، غادي نشحرو في المقله مع واحد القطيره ديال الزيت وشويه ديال الملحه. اللي بغى يضيف الابزار يديرو.
هنا هي الكوكوت ديالي، هي الخضرة ديالي بعد ما طابت. هانتوما شوفوا يعني كيفاش كتجي رائعة، ما كتلصق ما والو، طيبة على حقها وطريقها. دان غادي نضيف عليها الرز اللي سلقت. انا هنا بالنسبة للرز راه تقريبا درت غير يعني ما كاملش نص كاس ديال الرز، على حسب افراد الاسرة. انا بغيت غير كمية صغيرة كنخلطوها مع هاد الخضرة هادي. لكم الاختيار، يعني الا بغيتو تخليو غير الخضرة بوحدها بلا الرز لكم الاختيار. لان هو الطبق ديال السلطة ديالنا واجد. الخضرة درتها في الوسط وحطيت عليها دوك الشرائح ديال الصدر ديال الدجاج اللي شحرت شوية ديال الزيت وشوية ديال الملحة وحطيتهم من الفوق، وزينتها بالمطيشة والبصلة والفكوس. ممكن ديروا الخيار وممكن يعني ديروا هذا الخس او اي حاجة بغيتوا تضيفوها مع هذه السلطة ممكن تضيفوها، يعني لكم الاختيار. وما انا ركزت غير على يعني الطريقة ديال الطهي ديال الخضر، كيجي المذاق ديالها رائع، يعني كطيب بلا ما غير بالماء ديالها، هي كتجي رائعة وكتوجد بسرعة، يعني 10 دقائق الا تلفتي ولا عجزتي ديري العشاء، 10 دقائق كديريها هي.